بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل تاملاتنا في سفر حزقيال النبي ونبدا اصحاح 38. فكركم اصحاح 37 كلمنا عن يوم القيامه وعن ازاي الاجساد اللي بقت عظام يابسه هتقوم بقوه الهيه، وان البشر يشوفوا مجد الله ويؤمنوا أو يعني يتعرفوا على المسيح الحقيقي إلهنا. طبعا المؤمنين فرحانين، واللي كانوا ضد المسيح هيبقى فيهم الهلاك الأبدي والحزن الأبدي. وإزاي يجمع كل الكنيسة كنيسة واحدة رعية واحدة لراع واحد. طيب اليوم ده، طب في شر كتير قبلها، إيه اللي هيحصل؟ صح 38 و39 هيكلمنا عما يقابل ضد المسيح والاضطهاد الأخير أو الارتداد العظيم اللي هيسبق مجيء مخلصنا الصالح. عشان كده الإصحاح ده بتكلم عن جوج وماجوج، وتسمعوا الكلمة دي في سفر الرؤيا إصحاح 20. واجتهد بقى الآباء والمفسرون عبر التاريخ في محاولة إدراك إيه جوج وماجوج دي، إنما إحنا ماشيين على الخط الآبائي المعتدل اللي استلمناه. مثلا القديس غريغوريوس الكبير يقول ما تاخدوش البلاد دي كأنها بلاد حقيقية بأسمائها الحقيقية، خدوا ان ده الشيطان بكل جيوشه عاوز ايه يوقع مملكة المسيح، لكن طبيعي ربنا يسوع هو اللي ينتصر. كان إلي كلام الرب قائلا يا ابن آدم اجعل وجهك على جوج أرض ماجوج. فكركوا الأول، ماجوج ده واحد من ولاد يافس، فهو تاريخيا له وجود طبعا، ويعتقد أن الأراضي دي موجودة في أسيا الصغرى، لأنه بيقول رئيس روش ماسك وتوبال. طبعا اختلفوا برضو بعض المفسرين، يا ترى دي أسيا الصغرى، البعض قال لا دي يمكن لغاية روسيا، البعض قال ناحية سوريا، يعني كان في اجتهادات كتير، لكن أغلب الظن حرفيا دي مناطق في أسيا الصغرى تركيا، وهي يعني كانت في معارك مستمرة مع أشور والعراق، وأيضا مع الأراضي الجنوبية بتاعت شعب الله. وقل هكذا قال السيد الرب، ها أنا دا عليك يا جوج رئيس روش ماسك وتوبال. جوج ده رمز للشيطان، بغض النظر بقى عن يعني المسميات، يعني ممكن يكون في زمن هو بابل، وفي زمن تاني أنتيوخوس أبيفانيوس الجرثومة الأسيمة بتاع وقت المكابيين، كل ضد المسيح، كل أعداء شعب الله ممكن ياخدوا لقب جوج، اللي ينطبق أساسا على المسيح الكذاب أو ضد المسيح اللي يأتي قبل مجيء ربنا يسوع. وارجعك وأضع شكائم في فكيك، وأخرجك أنت وكل جيشك خيلا وفرسانا كلهم لابسين أفخر لباس، جماعة عظيمة مع أطراس ومجان كلهم ممسكين السيوف. يبقى واضح أن جوج ده مملكة قوية معها جيش قوي في كل أنواع الأسلحة، فارس وكوش وفوط معهم كلهم. يبقى الراجل ده مش بيشتغل بجيشه بس، ده بيجمع الممالك معاه، فواخد فارس، مملكة فارس قوية، كوش اللي هي الجنوبيين بقى الأحباش عموما وجماعة الصمر شوية، لأن ما كانتش حتى الحدود الجغرافية زي دلوقتي، كل دول جيش تاني. وعندنا فوط دي اللي هي بقى ليبيا، فكل الخط ده من فارس لكوش لليبيا كل دول مع اللي اسمه جوج ده عشان يحصروا أورشليم. كلهم معهم بمجان وخوذة وجومر وكل جيوشه. جومر وبيت تجرمة ده، تجرمة ده من ناحية أوروبا، فتصوروا لو تصورتوا فلسطين كده على البحر في النص اللي فيها أورشليم، حواليها تقريبا كل الشعوب تكتلت عشان تتخلص من شعب الله. عشان تستوعبوا الصورة تعالوا نروح ليوحنا الرأي قالها ازاي، لأنه ما نقدرش نسمع جوج وماجوج وما نروحش للرؤية، لأن هي كشفت لنا المعنى بشكل أدق. في رؤية 20 صح اللي فيه موضوع الملك الألف،
يقول ثم تمت الألف سنة، والألف سنة حسب مفهوم كنيستنا القبطية معناها من ملك المسيح لقرب مجيئه اللي احنا فيه دلوقتي، ملك الله رب ملك على خشبة من ساعة الصليب واحنا في الملك الألف. يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الأمم الذين في أربع زوايا الأرض. بصوا بقى، يبقى جابها من كل الزوايا، جوج وماجوج، احنا رؤية 20، ليجمعهم للحرب الذين عددهم مثل رمل البحر. ما انت لو تصورت اللي بيقولوا حزقية 38، خد فارس على كوش على فوط على بلاد أوروبا على ماجوج نفسها أو آسيا الصغرى، كل الشعوب دي، ده جيوش بلا عدد. صعدوا على عرض الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة. طبعا زمنيا المدينة المحبوبة في زمانها يعني أورشليم، لكن يقصد بها دلوقتي كنيسة. كنيسة ملهاش مكان واحد على الأرض، كنيسة هي كل القديسين المتمسكين بالإيمان المستقيم الممسوحين بنعمة الروح القدس. أحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من عند الله من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي كان يضلهم، يبقى إبليس ده اللي بيحرك جوج يعني، طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب، وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين. يبقى دي النهاية. إذن معركة جوج وماجوج دي دايما ترمز إلى المعركة الروحية الأخيرة بين الشر وبين شعب الله. من هنا يجي مفهوم الضيقة العظيمة اللي اتكلم عنها المسيح وقال من أجل المختارين تقصر تلك الأيام، وقال أنها تبقى أيام صعبة ما جاش زيها. نرجع لحزقيال 38، فيقول جومر وكل جيوشه وبيت تجرمة من أقاصي الشمال من ناحية أوروبا مع كل جيشه شعوبا كثيرين معك، استعد وهيئ لنفسك أنت وكل جماعاتك المجتمعة إليك، فصرت لهم موقرا وبعد أيام كثيرة تفتقد. يعني إيه؟ يعني ربنا يطول باله ويسيب الشر يحارب أولاد ربنا، لكن بحسابات بحكمة، لكن بعد أيام معدودة محسوبة عند ربنا يتدخل الله بشكل معجزي لينهي مملكة الشر تماما، وندخل بقى على الملكوت الأبدي، لا نسمع كلمة شر ولا خطية ولا موت ولا فساد ولا أي حاجة وحش. في السنين الأخيرة تأتي إلى الأرض المستردة من السيف المجموعة من شعوب كثيرة. يعني ربنا استرد شعبه من يد الشيطان، فهنا مملكة الله على الأرض يقصد بها قلوب المؤمنين. ملناش مملكة سياسية ولا حكومات مسيحية، الحتة دي مش تبعنا، احنا أولاد ربنا، ملكوته جوانا، ملكوت الله داخلكم، وبنقول له ليأتي ملكوتك، يعني تعالى رب وخدنا معاك السماء، كما في السماء كذلك على الأرض، خلي الأرض دي حتة من السماء. فهنا بيقول في السنين الأخيرة تأتي إلى الأرض المستردة من السيف اللي هي ربنا ردها من إيد الشيطان، المجموعة من شعوب كثيرة على جبال إسرائيل التي كانت دائما خربة. الشيطان بيخرب في جبال إسرائيل، يعني مش عاوز واحد يحب ربنا، مش عاوز عيلة متماسكة كده تتصلي، مش عاوز ناس روحيين يحبوا بعض ويغيروا على خلاص بعض، كل ده الشيطان عاوز يكسره. حتى الجبال يعني القديسين يحاربهم الشيطان عشان يخربهم. تكون دائما خربة للذين أخرجوا من الشعوب اللي هو الشعب المختار، وسكنوا آمنين كلهم، يعني اللي عرفوا المسيح وعرفوا طعم السلام والأمان وخرجوا برا الشعوب بحياتهم، يعني ما انفصلوش عن المجتمعات لكن سلوكهم مختلف، دول الشيطان محاربهم ومركز معهم. وتصعد وتأتي كزوبعة وتكون كسحابة تغشى الأرض، يعني الممالك والشعوب دي تزحف على شعب الله كأنها زوبعة شديدة جاية من كل ناحية. أنت بيكلم جوج بتاع ماجوج، وكل جيوشك وشعوب كثيرون معك زي ما وصفها الرؤية. هكذا قال السيد الرب، ويكون في ذلك اليوم أن أمورا تخطر ببالك فتفكر فكرا رديئا. يعني الشيطان ومن يتبعه هيفكر أفكار شريرة ويقول ايه ده،
أنا يعني جماعة دول خيبانين ولا معهم سلاح ولا يقدروا يصدونا، دول عددهم قليل بالنسبة للشعوب الشريرة أو الشياطين الردية اللي ملهاش عدد. فتخطر بباله أفكار شريرة كأنه إيه، ما أسهل التخلص من شعب الله. وعلى فكرة لو درستوا التاريخ تلاحظوا أن ده كان الفكر اللي بيحرك كل اللي اضطهدوا الكنيسة، يبصوا لنا كده ويقولوا إيه شوية غلابة. نفس المسيح بتاعهم بيقول لهم ما تمسكوش سلاح وما تحاربوش، طب ما أسهل التخلص منه. فيطلع أباطرة الرومان كل واحد يحط في باله ده أنا هخلص على المسيحين في كم سنة، وما يبقاش في مسيحي واحد في عهدي، ويعيش الحلم ده ويموت والمسيحية بتنتشر، ويجي اللي بعده يفكر نفس الفكر ويتهيأ له أنه ما أسهل التخلص من شعب أعزل ما ملوش في الحروب البشرية وغير مصرح ليمسك سيف خالص. فاكرين لما المسيح قال لبطرس دخل سيفك، اللي بياخد بالسيف بالسيف بيؤخذ، وأنا ما أعرفش أجيب 12 جيش ملايكة. فربنا بيحرصنا بالملايكة، لكن من الناحية الأرضية الزمنية إحنا مش بتوع حروب، وإحنا بنحب الناس كلها وهنصلي لأعدائنا ونحبه ومستعدين للاستشهاد. ده الفكر المسيح. فطبعا يبدو للفكر الشيطاني أنه دي فريسة سهلة جدا، هذه الأفكار الردية، لكن في الواقع أنه إلهنا هو اللي قوي يحمي كنيسته وشعبه، وكل الشياطين دول يتهزموا واحد ورا التاني. في ذلك اليوم أن أمورا تخطر ببالك فتفكر فكرا رديئا وتقول أني أصعد على أرض أعراء. أعراء دي يعني مسمو الأرض عريانة، يعملهاش صور، فتلاقي أي حد يدخل ويطلع، فهو الناس تبصلنا كمسيحيين أنتوا ملكوش أسلحة، هو أنتوا مش بتتكلوا على الفلوس، هو أنتوا ملكوش في السلطة المدنية الأرضية، هو أنتوا لا، ما عندناش إحنا من جهة الأمور دي أعراء. يعني إيه؟ أيوه، ما الحكاية مفتح أو تبدو كده. آتي الهادئين الساكنين في أمن، يعني هو بقى الشيطان يقول دول قاعدين في أمان وإيه، عايشين عيشة الخيام، متغربين، عايشين على فكر السماء، وسهل أوي التخلص منه. كلهم ساكنون بغير سور، يتهيأ له كده الشيطان نحن ملناش سور. لو تذكروا في زكريا إصحاح 2 يقول أنا أكون لها سور نار من حواليه، يعني الكنيسة مش محتاجة تعمل سور بشري، مش محتاجة قوات أرضية ولا فلوس ولا أسلحة، لا، كنيسة عندها ملايكة بيحرسوها ورب المجد نفسه سور نار من حواليه. كلهم ساكنون بغير سور وليس لهم عارضة ولا مصاريع، حتى ما فيش بوابات، يعني الحكاية سايبة. لسلب السلب ولغنم الغنيمة، هو بقى الشيطان بيقول كده، ما أسهل أن أسلبهم وأغتنم منهم. لرد يدك على خرب معمورة، يعني دي خربانة من الأول، وبيبص بقى على الشعب المسيحي اللي طول عمره يميل أن يكون مسكين بالروح، ويميل أن يكون فقير في هذا العالم، ويميل للزهد والنسك والعطاء والسخاء والحب. فيعني بالنسبة للشياطين يبدو ويظهر وكأنه سهل المنال. على شعب مجموع من الأمم المقتني ماشية، يعني إيه؟ يعني دول جمعوهم من كل حتة، ده رمز العهد الجديد، كنيسة العهد الجديد اللي فيها أعضاء من كل حتة بس ماشيين بمبادئ المسيح. رب المجد يسوع نفسه ظهر وكأنه فريسة سهلة. ليه؟ المسيح ما بيقاومش يعني بأمور بشرية، فهو مسكول يهود لقوا سهل، سلموه للرومان، بقوا الرومان يخبطوا فيه ويعذبوا فيه، فيش مقاومة. فكانوا بيتهيأ لهم هو ده ملك اليهود، هو ده يعني اللي كنا عاملين له حساب. هم مش عارفين ان هو بإرادته استسلم ودخل لغاية الصليب، وبقوته غلب الموت كله وغلب الجحيم وغلب الشيطان وجرد الشياطين وأشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب. والرومان خدوا حسابهم شديد بعد كده، واليهود في سنة 70 كلهم اتدمروا، لأنه ده ملك كل الملوك، لكن في الظاهر كأنه لا قوة له. عشان كده نقول له يوم الجمعة الكبيرة أظهرت بالضعف ما هو أعظم من القوة، يعني ظهرت وكأنك ضعيف، صليبك ده كان قمة الضعف في نظر الناس، مش قادر تعمل ولا حاجة، فين الناس اللي بيحبوك حتى يحاموا عنك؟
أظهرت بالضعف ما هو أعظم من القوة. هكذا تكون الكنيسة، كما كان هكذا يكون. كنيسة تبدو ضعيفة وشعبها يبدو يعني ما فيهوش أي قوة أرضية، لكن طبعا القوة كلها روحية. فيقول وقنية الساكن في أعالي الأرض، يعني إيه؟ الساكن في الأعالي هو الذي اقتنى هذا الشعب، نحن شعب اقتناه المسيح بدمه، فملكنا الساكن في الأعالي هو المسؤول عننا، مش إحنا مسؤولين عن نفسنا ولا نعرف نعمل حاجة. والاتكال على الرب خير من الاتكال على البر، والرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. وإن لم يحرس الرب المدينة باطل أن ينصر الحراس. شبأ وددان وتجار ترشيش وكل أجبالها يقولون لك هل لسلب سلب أنت جائن، هل لغنم غنيمة جمعت جماعتك، يعني بقيت الممالك حتى اللي ما شاركتش في العداوة مع الشعب ده تقول لجوك إيه؟ إيه ده أنت هتاخد ده كله؟ هتكسبهم كده بالسهولة دي؟ هتاكلهم يعني من غير تعب؟ لحمل الفضة والذهب، لأخذ الماشية والقنية، لنهب نهب عظيم. فكأن الشيطان تصور أنه هينهب الكنيسة ويخطف كل ولاد ربنا ويحطم شعبها، ودي نفس المؤامرة اللي مشيت في دماغ كل اللي كانوا بيشتغلوا عند الشيطان عبر 2000 سنة وقبلها كمان عند شعب الله في القديم. لذلك تنبأ يا ابن آدم وقل لجوج هكذا قال السيد الرب، في ذلك اليوم عند سكن شعب إسرائيل آمنين، أفلا تعلم؟ أصل أنت مش فاهم يا شيطان، أنت شايفهم غلابة وشايفهم لا حول لهم ولا قدرة، وشايفهم ما بيتحموش في الدنيا، وأسلحة الحياة دي مش بتاعتهم خالص، إنما أنت ما تعرفش إن هم قادرين بالله على هدم حصون، وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح، ومستعدين للانتقام على كل عصيان روحي. أنت مش عارف أسلحتهم، أسلحة محاربتنا ليست جسدية، إحنا مش بنحارب بالمكر والدهاء والمؤامرات والحيل والسياسة والاقتصاد، لا لا، دي مش أدواتنا. إحنا أسلحتنا الصلاة والصوم والزهد والنسك وحب الناس وحب الخير وعمل الرحمة وتكريس القلب وبس. السماء كلها بتحامي عننا بعد كده. تنبأ يا ابن آدم قل لجوج هكذا قال السيد الرب، في ذلك اليوم عند سكن شعب إسرائيل آمنين، أفلا تعلم؟ أنت أصلك مش فاهم، وتأتي من موضعك من أقاصي الشمال أنت وشعوب كثيرون معك، كلهم راكبين خيول، جماعة عظيمة وجيش كتير، أنت مش فاهم أن دي نهايتك أنت يا شيطان. وتصعد على شعب إسرائيل كسحابة تخشى الأرض في الأيام الأخيرة يكون. يبقى هنا بيوصف جوج وماجوج اللي وصفها يوحنا الرائي في نهاية الأيام قبل مجيء المسيح السحاب، لما كل شر الدنيا يركز جدا عداوة مع الكنيسة بكل أشكال الاضطهاد والضغط بكل صوره، كأنك بتجمع اضطهادات العالم والتاريخ كله في الأيام الأخيرة دي. فهنا يقول في الأيام الأخيرة يكون، وآتي بك على أرضي، يعني أنا هسيبك تقرب من عيالي وتبقى كأنك خلاص هتاكلهم كده ويتهيأ لك أن الموضوع سهل، لكي تعرفني الأمم حين أتقدس فيك. يشوفوا بقى اللي هيحصل فيك يا جوج الشيطان وكل الشعوب الوثنية والشريرة اللي حواليك، فيعرفوا بقى أن أنا إيه، أنا مسؤول عن ولادي، أنا راعي صالح وأبذل نفسي عن خرافي، ومحدش يقدر يقرب من شعبي. أتقدس فيك أمام أعينهم يا جوج، يعني العالم كله يعرف قد إيه ربنا غيور على شعبه وأمين لعهده وما يسيبش حد يمد إيده على أولاده. هكذا قال السيد الرب، هل أنت هو الذي تكلمت عنه في الأيام القديمة عن يد عبيدي أنبياء إسرائيل؟ ما هو الحية القديمة، هو ليسان، هو الشيطان، هو اللي وقع آدم وحواء، وهو اللي حارب كل الأنبياء، وهو اللي مرر شعب الله في العهد القديم لما سرحوا في الوثنية وزلهم، وهو اللي بيحارب القديسين كل يوم، وهو اللي هيحط قوته في الجولة الأخيرة وقت ضد المسيح. فمن يومه يعني من الأيام القديمة هو مستمر في معركته مع شعب الله.
عن يد عبيدي أنبياء إسرائيل الذين تنبأوا في تلك الأيام سنينا أن آتي بك عليهم. يعني سمحت لك طبعا يا شطان تجرب ابني أيوب وتتعب ابني دانيال وتدخل الثلاث فتية النار وتحارب الشعب الفلاني وتزوغ أخاب عشان يزوغ الشعب وراه، بس كل مرة كنت إيه بحط واحد من ولادي وقفلك إيليا وأليسع وبعدها أشعية وأرمية، وربنا له ناسه، وفي الآخر ربنا يدير التاريخ كله في اتجاه الملكوت الأبدي. يكون في ذلك اليوم يوم مجيء جوج على أرض إسرائيل، يقول السيد الرب أن غضبي يصعد في أنفي. يعني إيه؟ جي يومك بقى يا شطان، جت النهاية دي اللي ذكرها رؤيا 20 لما قال إيه يتخذ الشيطان والنبي الكذاب للبحيرة المتقدة بالنار والكبريت، وخلصت خالص بقى، ما عادش في وجود للشيطان. ذكرها بولس في تسالونيك الثانية 2 لما قال يبيده بنفخة فمه ويظهره بقوة مجيئه. يعني ايه؟ يشيله خالص، يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه. يعني ما عادش في حاجة اسمها شيطان تاني ولا شر تاني، هنا خلاص اتفتحت السماء وجي المسيح على السحاب. غضب يصعد في أنفي اللي بيكلم ربنا، وفي غيرتي في نار سخطي. يعني ربنا إيه غيور على شعبه، ساب عياله يتعبوا ويتألموا ويضطهدوا ويطلع منهم شهداء ومعترفين وكنائس تتحرق وشعب يتنهب وزل يتزلوا، كل ده عشان ياخدوا بركات الصليب ويبقى لهم أكاليل كبيرة قوي. إنما اللي عملوا فيهم كده حسابهم عسير جدا، لأن القديس بولس يقول عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا، وأنتم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء. فربنا عادل، حتى لو ساب عياله يتعبوا كل دي لهم مكافآت سماوية. طب واللي تعبوهم وعذبوهم؟ لا، دول ليهم حساب صعب. في غيرتي في نار سخطي تكلمت أنه في ذلك اليوم يكون رعش عظيم. الرعش لو تذكروا ذكر في الإصحاح اللي فات، رعشة العظم لما خبط في بعضه وقامت الناس ودخل فيهم الروح وقامت الأيام. لكن هنا الرعش كمان ده نهاية الكون كله. يعني إيه؟ فاكرين لما المسيح قال النجوم تتساقط، السماء بتضلم، الأرض بقى لونه زي القمر زي الدم، قوات السماوات تتزعزع، دي النهاية. فبيقول هيبقى رعش عظيم في أرض إسرائيل، ترعش أمامي سمك البحر وطيور السماء ووحوش الحقل والدبات التي تدب على الأرض وكل الناس الذين على وجه الأرض. دي رعشة يوم القيامة. وتندك الجبال وتسقط المعاقل وتسقط كل الأسوار على الأرض، وأستدعي السيف عليه في كل جبالي. يعني ينزل بقى الحكم على كل الأشرار في كل حتة، يقول السيد الرب، فيكون سيف كل واحد على أخيه. تذكروا أنه كان في العهد القديم بعض الحروب اللي كانت غير متكافئة. يعني مثلا في زمن يهوشافاط، ده راجل تقي من أحفاد داود، وبعدين طلع عليه ثلاث ممالك بثلاث جيوش كل واحد منهم ضعف شعبه، فأصبحت الحكاية غير متكافئة. يهوشافاط ده بيعرف يعمل إيه؟ بيعرف يصلي، ما يعرفش يعمل حرب. قال له رب نحوك أعيننا، نحن لا نعلم ماذا نفعل، لكن نحوك أعيننا، الحرب بتاعتك مش بتاعتي، والناس دول ناسك مش ناسي، فأنت إيه شوف حل. فربنا قال له لا ما تخافش أنا هتصر. حصل الثلاث ممالك موتوا بعض، قتلوا بعض، فالشعب التعبان بتاع يهوشافاط ده كل شغلته كان يلم غنايم بس، ولا واحد منهم رأى حصل له حاجة، وقعدوا يلموا غنايم وقت طويل من كتر الخير. ليه؟ أصل رئيسهم بيعرف يصلي، بيقول له رب نحوك أعيننا، بيعرف يعمل كده، بيتكل فعلا. يعني بعدها بحاجة بسيطة، وقت أشعية النبي لما حزقية الملك كان برضو راجل إيه من نسل داود وإيمانه حلو، أشعية يقول له ما تخافش، المعركة مش بتاعتك، ما دول مش بيغلطوا في ربنا، بيتحدوا ربنا، انت بس كمل صلاة وخلاص، ما تقولش اهم حاجة. يطلع ملاك واحد يموت ايه 185,000. اذن يعني ربنا له مخارج حتى من الموت، وله طرق عجيبة مش طريقة واحدة، وتدخلات الله دائما يعني غير متوقعة.
فهنا يقول إيه؟ تتساقط الأسوار وأستدعي السيف في كل جبال، يقول السيد الرب، يكون سيف كل واحد على أخيه، دول الأشرار يخلصوا على بعض، وأعاقبه بالوباء وبالدم، وأمطر عليه وعلى جيشه، جيش جوج وماجوج الأشرار، وعلى الشعوب الكثيرة الذين معه، مطرا جارفا وحجارة برد عظيمة ونارا وكبريتا، بتوع البحيرة المتقدة. فأتعظم وأتقدس وأعرف في عيون أمم كثير. عشان كده يقولها يوحنا الرائي، هيقولوا للجبال اسقطي علينا وللأكام غطينا من وجه الجالس على العرش. يتقدس كل الكون، يعترف أن المسيح هو الإله الحقيقي. بس اللي كانوا ضده بقى هيصرخوا من الرعب، لأن عرفوا مصيرهم والهلاك الأبدي. أتقدس وأتعظم وأعرف في عيون أمم كثيرة فيعلمون أني أنا الرب. صح اللي بعده كمالة الخط، دينونة الأشرار المرتبطة بكلمة اسمها جوج وماجوج اللي خدها يوحنا الرائي وحطها، لكن هو نفس القصة دي اتعرضت في الكتاب كتير قوي، وفي سفر الرؤيا جاية مرات كتير قوي، لأنه نهاية الشر ودينونة الأشرار عقيدة ثابتة، حقيقة معلنة في الكتاب بإلحاح، وإلا يبقى ربنا مش عادل، يبقى ساب عياله يتزلوا وإيه بيفوت في حق أولاده، ده مهين لإسم الله. ده المسيح نفسه يقول يأتي عليكم كل دم ذكي سفك على الأرض، يعني فيش نقطة دم نزلت ظلم إلا ومحسوبة عند ربنا وليها حساب شديد، لأن إلهنا يحب العدل. وأنت يا ابن آدم تنبأ على جوج وقول هكذا قال السيد الرب، هأنذا عليك يا جوج رئيس روش وماشك وتوبال، أردك وأقودك وأصعدك من أقاصي الشمال. ده ربنا بيسمح كأنه هو اللي بيسوق الشر برضه، بس ما حدش يفهمها غلط، يعني إيه؟ هل الله يصنع شرا؟ حاش. لكن الله كمدبر للكون، كضابط للكل، يسمح للشر أن يتوجه في اتجاهات محسوبة من أجل خلاص أولاده. يعني فرعون افترى زي ما افترى، لكن حتى افترى الفرعوني ده وقت موسى كان ربنا إيه محصره عشان مصلحة ولاده في الآخر، وسابه يعند وقلبه تأسى وافترع الناس، لكن كلها ضمن الحسابات الإلهية. نحن لا نؤمن بإله شر وإله خير، نؤمن بإله واحد صانع خيرات فقط. الشر إن وجد فهو داخل الإطار العام بتاع خير الله، ضابط الكل الغيور على خلاص شعبه وأولاده. الأشرار اللي بيمشوا وراء الشرير باختيارهم بيفضل يدعوهم للخير طول حياتهم، لكن لو استمروا في شرهم اختاروا إبليس ومصيره، يبقى راحوا ناحية البحيرة المتقدة المعدة لإبليس وملائكته باختيارته. أما كل اللي عنده استعداد يرجع للحق والخير وربنا، طبعا ربنا بيشده شد كده. أردك وأقودك وأصعدك، ده على جوج، من أقاصي الشمال وآتي بك على جبال إسرائيل، وأضرب قوسك من يدك اليسر وأسقط سهامك من يدك اليمنى. يعني أنت ماسك قوس كده أوقعه من إيدك، عم حضر سهام ومؤامرات وعداوات، كل ده تلاقيه بيدوب في إيدك ولا له قيمة، لأن ربنا لما يقف للشر، من ذا الذي قال فكان والرب لم يأمر؟ الذي معانا أقوى من اللي علينا طبعا. فتسقط على جبال إسرائيل أنت وكل جيشك. شوفوا بقى الجيوش دي كلها مجتمعة، وشعب الله اللي بيسميه، يعني لسه كلمة إسرائيل إشارة للكنيسة، اللي هو الغلبان الأعزل اللي ساكن في أعراء والحياة بسيطة قوي، كل الشعوب دي تسقط تحت رجليه. تسقط على جبال إسرائيل، يبقى الجبال دايما رمز للصلاة. تفكرنا بإيليا الناري صاحب الجبل، موسى العظيم صاحب الجبل، ربنا يسوع له كل المجد في جبل التجلي، أبائنا الرسل اللي معاه على الجبال. الجبال دي رمز دايما لحياة الصلاة والنصرة المرتبطة. رفعت عيني للجبال من حيث يأتي عوني، يعني العون جاي من فوق الجبل، من فوق مش من تحت. وأورشليم الجبال حواليها والرب حول شعبه. فالجبال دايما رمز للتسامي عن العالم والارتفاع عن الشهوات والأرضيات، والجبال أصلها صعب تتهز،
فحتى لو بدا شعب الله كأنه شعب بسيط، ده كل واحد من ولاد ربنا ده جبل، ده أسد، لأن الروح القدس اللي فيه ده روح الله، مين يقدر عليه؟ تسقط على جبال إسرائيل أنت وكل جيشك والشعوب الذين معك، أبذلك مأكلا للطيور الكاسرة، ده بيكلم جوج والشعوب اللي معه، من كل نوع ولوحوش الحقل على وجه الحقل تسقط، لأني تكلمت يقول السيد الرب. أرسل نارا على ماجوج وعلى الساكنين في الجزائر آمنين يعلمون أني أنا الرب، وأعرف باسمي المقدس في وسط شعب إسرائيل، ولا أدع اسمي المقدس ينجس بعد، فتعلم الأمم أني أنا الرب قدوس إسرائيل. لما ربنا بيتمجد في ولاده العالم كله بيشوف لا اللي معاكو ده إله حقيقي، كل الآلهة الأخرى كدابة، أنتوا إلهكوا إله حقيقي، زي ما حصل مع دانيال أو الثلاث فتية، ودخلوا ده جب الأسود وخرج صاح، فقال له لا إلهك هو الإله الحقيقي ولازم العالم كله يسجد لي، يسجد لإله دانيال. ثلاث فتية طلعوا من أتون النار وكان بيتمشى معهم إلههم جواه، اللي هو لا يبقى ده الإله الحقيقي، خلص كل الشعوب لازم تسجد لي لأنه ده إله حقيقي. فتعلم الأمم أني أنا الرب قدوس إسرائيل. ها هو قد أتى، بيكلم عن المجيء الثاني، وصار يقول السيد الرب، يعني ربنا جاي جاي والكلام ده جاي جاي، وكلنا اللي سمعين دلوقتي هيجي اليوم اللي المشهد ده يبقى قدام عينينا، لما المسيح يجي على السحاب ونشوف هلاك الأشرار ونشوف نعيم الأبرار. وعشان كده كنيستنا معيشانا دايما في تذكار هذا اليوم، ننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي، أنا عتيد أقف أمام الديان العادل. دايما الفكر ده ملح على كنيستنا، ليه؟ عشان نستعد. هذا هو اليوم الذي تكلمت عنه، ويخرج سكان مدن إسرائيل ويشعلون ويحرقون السلاح والمجان والأطراس والقسي والسهام والحراب والرماح، يعني كل أدوات الأرض تنتهي تمام، كل بقى الغنى وكل العظمة وكل المكر والدهاء والحكمة الأرضية الشيطانية كل ده يتحرق يولع. يوقدون بها النار 7 سنين، 7 دي يعني رقم كبير قوي، يعني تصوروا عشان يخلصوا من أسلحة الشر يقعدوا 7 سنين يولعوا فيها، ده معناه يعني كان شر كتير. فلا يأخذون من الحقل عودا ولا يحتطبون من الوعر، لأنهم يحرقون السلاح بالنار وينهبون الذين نهبوهم. يعني إيه المعنى ده؟ الانتقام يا أحبائي في اللغة الروحية مفهوش عداوة، يعني مثلا واحد من ولادنا الشيطان سرقه، نقوم نعمل إيه؟ ننتقم، يعني نرجع اللي اتاخد ده ونرجع كل اللي زيه، وناخد من عيال الشيطان ونرجعهم كده بقوة الروح القدس عشان يعرفوا إلهنا الحقيقي، فيرجع الخاطي ويرجع وراه ناس. يعني بصوا السامرية دي كانت ملك الشيطان، وبعدين المسيح له المجد عمل ايه؟ خدها ناحيته. عملت ايه السامرية؟ جابت له السامرة كلها، وخلال 48 ساعة اعترفوا ان هذا هو المسيح الآتي لخلاص العالم. ايه ده بقى؟ بقى المسيح بيستعيد كل الشعوب اللي اتسرقت منه بمجيئه، بتجسده، بالروح القدس، بعمل الكنيسة، لأن كل ده حاجة ربنا مش حاجة الشيطان. فهنا يرجع يقول بقى بالعكس، ينهبون الذين نهبوهم، يعني الشياطين اللي نهبوا الكنيسة، كنيسة تنهب من الشيطان وترجع بقى من الأشرار دول، ويسلبون الذين سلبوهم يقول السيد الرب. يكون في ذلك اليوم أني أعطي جوجا موضعا هناك للقبر في إسرائيل، ووادي عباريم، عباريم دي كده جبال ناحية الأردن اللي كان فيها جبل نبو اللي طلع عليه موسى عشان يشوف الأرض الموعودة كنعان، وبعدين إيه خلاص راح السماء بعدها. فهنا إشارة دايما للغلبة والنصرة والرجاء، فعلى جبال عباريم تشوف بقى الأمل، تشوف المستقبل، تشوف المجيء التاني، تشوف نهاية الشر والأشرار، استمرار الخير والحب والحياة المقدسة بتاعت السماء.
ووادي عبارين بشرقي البحر فيسد نفس العابرين، وهناك يدفنون جوجا وجمهوره كله ويسمونه وادي جمهور جوج. يعني كأنه بيتخيل أن كل الشعوب دي تعمل لها مقبرة ضخمة اسمها تدفن هناك تحت رجلين الكنيسة. فعلا تحت رجلين الكنيسة كل الشياطين هيبقى لها نهاية، أبواب الجحيم لن تقوى على كنيسة المسيح أبدا. على هذه الصخرة أبني كنيستي، طوبى لمن يأخذ أولادك يا بنت بابل الشيطان ويدفنهم عند الصخرة. يبقى كل الشياطين ينهاروا تحت الإيمان المستقيم وقداسة شعب الله. ويقبرهم بيت إسرائيل ليطهروا الأرض 7 أشهر، كل شعب الأرض يقبرون ويكون لهم يوم تمجيدي مشهورا يقول السيد الرب. يعني بقى الشياطين بيسمعوا المجد لله في الأعالي وتسبيح اليوم القيامة ونصرة القديسين والاختطاف اللي بيحصل يوم القيامة، وكل الملايين اللي آمنوا وعاشوا بقداسة دول رايحين على الملكوت. يبقى في قبر بمعنى هلاك أبدي للناحية التانية. ويفرزون أناسا مستديمين عابرين في الأرض. بالمناسبة كلمة الفرز دي مهمة، لأن في اليوم الأخير بيحصل فرز، الأشرار بيتفرزوا على طول على الشمال كده والأبرار والقديسين كلهم على اليمين. لأن في ناس بتتصور أن يوم الدينونة ده مش هيخلص، ده هنجيب واحد واحد نفتح الملف بتاعه ونشوف حكايته. لا، الموضوع ده بالنسبة لنا احنا في خيالنا كده، لكن هي النتيجة جاهزة، لأنه حياتك بتقول نتيجتك فطلع جاهزة خلاص. ففي اليوم الأخير يحصل فرز من غير وقت، في لحظة في طرفة عين خلاص مصير الكل بيعلن، الأبرار مع المسيح للأبد والأشرار مع الشيطان باختيارهم إلى الأبد. يفرزون أناسا مستديمين عابرين في الأرض قابرين مع العابرين، أولئك الذين بقوا على وجه الأرض تطهيرا لها. يعني إيه؟ في ناس اختارت الأرض وفي ناس اختارت السماء. خلاص الاختيار كل واحد على اختياره، حيث يكون كنزك يكون قلبك. اخترت الأرض وعشت ليها خليك تبعها بقى، والأرض كلها رايحة ورا الشيطان. اخترت السماء وملك السماء، يلا نصيبك في السماء مع صاحب السماء. بعد 7 أشهر يفحصون، وكأنه الزمن بيدي وقت كامل لهذا الفحص. يعني حياتنا على الأرض 7 يعني خدت حقها، كل واحد خد فرصه، محدش مات ناقص عمر يعني زي ما بيقولوا، لا هو كل واحد خد فرص يحدد بيها مصيره. فيعبر العابرون في الأرض، وإذا رأى أحد عظم إنسان يبني بجانبه صوة، صوة دي اللي هي زي ما يحطوا علامة كده عشان ده عاوز يدفن في عظم، هنا العلامة دي يقصد بيها الصليب. فيبقى الصليب هو اللي إيه بيحدد دايما مصير كل إنسان. الصليب ده انت حبيته، مسكت فيه، عشت بيه، افتخرت بيه، لزقت فيه، احتملت الألام مع المصلوب، انت تبع الصليب، تبع المصلوب. عشان كده تفتكروا ان المسيح لما قال لنا هيجي على السحاب، قبل ما يجي على طول تظهر علامة ابن الإنسان، اصلي دي اللي هتحدد المسار. أعداء الصليب، ده تعبير قال القديس بولس، وما أكثرهم، دول رايحين في حتة تانية. محب الصليب ولابس الصليب وعشاق الصليب وراشم الصليب والمصلوبين مع المسيح، دول بقى مع المسيح للأبد. فيقول يبقى دايما فيها العلامة دي، الصوة دي، حتى يقبره القابرون، لأن بهذا نغلب. دي اللي بتموت الشيطان وتهده خالص. في وادي جمهور جوج كل الشياطين ينهاروا أمام قوة صليب ربنا. وأيضا اسم المدينة همونة. همونة يعني جمهور بلا عدد، لأنه طبعا الأشرار للأسف عددهم كبير فيطهرون الأرض. وأنت يا ابن آدم هكذا قال السيد الرب، كل طائر كل جناح ولكل وحوش البر اجتمعوا وتعالوا احتشدوا من كل جهة إلى ذبيحتي التي أنا ذابحها لكم ذبيحة عظيمة على جبال إسرائيل لتأكلوا لحما وتشربوا دما. انتوا عارفين لما يكون في حروب كانت الجثث بتبقى بالآلاف، فما بيلحقوش يدفنوا. مين بقى اللي يتسلع الجثث؟ تيجي الطيور وتيجي الوحوش تنهش وتأكل.
لأنها مرمية بلا عدد. فكأنه بيتصور أنه المصير بعد المعركة الروحية دي هتبقى الحكاية إيه، هاتوا كل وحوش الدنيا وكل طيور التاريخ لأن الحكاية كبيرة قوي. بصوا المنظر ده بالضبط يوحنا الرأي قاله، فمعلش نروح تاني ليوحنا الرأي لأنه وصف نفس المنظر اللي بيقوله حزقيال في رؤيا 19. يقول رأيت ملاكا واحدا واقفا في الشمس فصرخ بصوت عظيم قائلا لجميع الطيور الطائرة في وسط السماء، هلم اجتمعي إلى عشاء الإله العظيم كي تأكلي لحوم ملوك ولحوم قواد ولحوم أقوياء ولحوم خيل والجالسين عليها ولحوم الكل حرا وعبدا صغيرا وكبيرا. ورأيت الوحش، ده جوك تاني هو، وملوك الأرض وأجنادهم مجتمعين ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس المسيح ومع جنده، فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه الصانع قدامه الآيات التي بها أضل الذين قبلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته، وطرح الاثنين حيين إلى بحيرة النار المتقدة بالكبريت. يبقى هي الزبايح دي أو المذبحة دي إشارة إلى نهاية العالم وإلى مصير الأشرار اللي يعلم في اليوم ده. فبيقول احتشدوا، تعالوا كلوا لحم بقى، وإيه تأكلون لحم الجبابرة، تشربون دم رؤساء الأرض، كباش وحملان وأعتدى وسيران كلها من مسمنات باشان، تأكلون الشحم إلى الشبع وتشربون الريحة التي خيل والمركبات والجبابرة وكل رجال الحرب، يقول السيد الرب، وأجعل مجدي في الأمم. إشارة مهمة، مجدي في الأمم، يعني حاجة عجيبة أنه كتير من الأمم يبقوا هم اللي فرحانين في اليوم ده، لأنه إلى خاصتي جاء خاصته لم تقبله، أما الذين قبلوه يأتون من مشارق الشمس ومن المغارب يتكئون في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أجعل مجدي في الأمم، جميع الأمم يرون حكمي الذي أجريت ويدي التي جعلت عليهم. العالم كله يعرف أن الدنيا دي لها رئيس وليها كبير، وأن ضابط الكل ما بيرجعش في كلامه، وأن اللي قاله لازم يحصل، وأن الشر نهايته وحشة، وأن اللي يؤمن بالمسيح ويمسك فيه دائما نصيبه حلو. فيعلم بيت إسرائيل أني أنا الرب إلههم من ذلك اليوم فصاعدا، وتعلم الأمم أن بيت إسرائيل قد أجلوا باسمهم. يعني الناس تعرف أن ربنا أدب شعبه لكن لم يرفضه، يشد على أولاده بسبب خطاياهم ويعمل إجلاء، يعني يعيشوا عيشة اللاجئين والمهانين والمزلولين عشان يتنقوا عشان يجهزوا للسماء. فربنا ما يدلعش عياله في الدنيا، يشد عليهم ويزبطهم عشان في الآخر يبقى لهم نصيب معهم. لأنهم خانوني فحجبت وجهي عنهم وسلمتهم ليد مضايقيهم، فسقطوا كلهم بالسيف كنجاساتهم وكمعاصيهم فعلت معهم وحجبت وجهي عنهم. أخيرا يقول لذلك هكذا قال السيد الرب، الآن أرد سبي يعقوب، أدبتهم وتعبتهم وتعاشوا في مرارة، بس إيه تهذبوا تنقوا رجعوا لي صارخين بالتوبة، خلاص كده بقى اختلفوا تماما عن بتوع الدنيا اللي حبوها وعاشوا فيها وتلذذوا بشهواتها والكاسة اتملت لآخر. الآن أرد سبي يعقوب وأرحم كل بيت إسرائيل وأغار على اسم القدس. دول شايلين اسمي برضو، شايلين اسم المسيح، فدول بتوع ربنا، عشان كده نقول له اعمل من أجل اسمك، ونقول له احنا شعبك وغنم رعيتك محسوبين عليك. فيحملون خزيهم وكل خناياتهم التي خانوني إياه عند سكنهم في أرضهم مطمئنين ولا مخيف. يعني إيه؟ خلاص دفعوا تمن يعني عندهم وخيانتهم بالتجارب والآلام وفي التوبة، وتحطت كل الخطايا دي على دم المسيح. عند إرجاعي إياهم من الشعوب وجمعي إياهم من أراضي أعدائهم وتقديسي فيهم أمام عيون أمم كثيرين، يعلمون أني أنا الرب إلههم بإجلائي إياهم إلى الأمم ثم جمعهم إلى أرضهم. يعني ربنا يبعتك بابل تتظبط وتتروق وتتوب وتتعدل، وبعدين يرجعك تاني فرحة للسماء للكنيسة.
فربنا بيسمح بالسبي ده من أجل خلاص أولاده، سمح ليوسف يبعد عن أبوه وإخواته، وبعدين هناك قرب قوي من المسيح ورجع له تاني أبوه وإخواته بس بشكل مختلف. سمح لدانيال يعيش في السبي، وعدت على دانيال أيام صعبة وبعدين رجعه للسماء بكرامة كبيرة قوي. ده اللي بيعمله المسيح مع كل أولاده، يسمح لنا بفترات سبي من أجلنا، من أجل خلاصنا، من أجل نقاوتنا، من أجل أن يبقى لنا نصيب مع المسيح اللي احتمل الألام. ثم جمعهم إلى أرضهم، ولا أترك بعد هناك أحدا منهم، خلاص مش هسيب حد يتزل تاني، ولا أحجب وجهي عنهم، خلاص في السماء المسيح منور علينا وإحنا شايفينه وجها لوجه على طول. لأني سكبت روحي على بيت إسرائيل، يقول السيد الرب، لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. خدنا إصحاحين 38 و39 بتوع جوج وماجوج، وفهمنا أنه ده بيتكلم عن قرب المجيء الثاني، معركة الشيطان ومملكته مع القديسين وملكهم ربنا يسوع له كل المجد، والنهاية طبعا للملك المسيح. فهنا ناخد آية آخر آية في 38 تقول: أتعظم وأتقدس وأعرف في عيون أمم كثيرة. أقولها تاني: أتعظم وأتقدس وأعرف في عيون أمم كثيرة. أتعظم وأتقدس وأعرف في عيون أمم كثيرة. تفضلوا صلوا. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، لتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد. محبة الله الآب، نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.